مرحبا ويعطيكم ألف عافية. اليوم بكل جمعة كتاب رح نحكي عن رواية فيرونيكا تقرر الموت للكاتب باولو كويلو البرازيلي العالمي اللي أشهر روايته هي الخيميائي. فيرونيكا صبية من مدينة سلوفينيا بتقرر تنتحر بتناول كمية كبيرة من أقراص الأدوية. السبب أنه هي حست بالملل بروتين الحياة باليأس، وبتكتب رسالة أنه سبب وفاتها هو أنه الناس ما بتعرف مدينة سلوفينيا. طبعا ما بتموت الصبية ولكن تستيقظ في مستشفى المجانين لأنه يعتبر عملها فعل جنود من الجنود، وبيقولوا لها انه انت ما متي لكن قلبك ضعف وخلال اسبوع ماكسيموم راح تكوني ميتة، فبتصير تعيش كل يوم بيومه. هاي الرواية بتضويلنا على سلوكيات الحياة والمجتمع، مين حطها الضوابط على كل لحظة، انه كل لحظة من وجودنا هي خيار بين الحياة والموت، هي فرصة متجددة للحياة او فرصة للموت. منعرف شو يعني أنماط سوية، شو يعني اليأس والتحرر، ومنتعرف على كتير من الأمراض مثل الفصام مثل الرهاب مثل. أتمنى أنه تستمتعوا بقراءة هاي الرواية. وبالختام شكرا وتحية لمبادرة كل جمعة كتاب.